السلام عليكم، معكم أيمن يقين من مدينة تارودانت، متطوع في جمعية شباب الأطلس منذ 2014، مكلف بمشروع أناروس. بالنسبة لجمعية شباب الأطلس، هي جمعية محلية تتشغل على الصعيد الوطني، بالأساس تتشغل على تطوير حس التطوع عند الشباب وإعادة تهيئة المدارس بالعالم القروي. بسبب جائحة كوفيد 19 اللي عرفها العالم، تم إلغاء جميع الأنشطة سواء الداخلية أو الخارجية متعلقة بالجمعية والمتطوعين ديالنا، كذلك واخذ الاحتياطات اللازمة وداخلين ديورهم. بسبب هذه الجائحة، قررت جمعية شباب الأطلس أنها توفر خدمة توصيل مجانية للمواد الغذائية الأساسية والأدوية لساكنة مدينة تارودانت 24 ساعة على 24 ساعة. هذا الشيء كله باش أننا نكوراجيو الناس باش يجلسوا في ديورهم ويتفادوا تجمعات داخل الأسواق. الميساج اللي بغيت نقول هو هذه غير فترة وغادي تدوز.